طبعاً بيسين أنا أخويا صوت الاستماع. عندك أخويا تفي دقائق ديها عندك كاش اللي تلقى تبقى تروح وسيكون كملتها أخويا قلت لك ما بسرعة عند الرحى تملها في الحياة مليها هذه الحبة اللي يقول لك خاصني تروح وسيكون قولها لها عند غاني تدام عندها باقي مات في دقائق ديها عندك أخويا صح خلي لي ميز قلوا قلوا ما كاين الهندية ولا الكيتين صح خلي لي ميز ها شنيا الدوار على روحك قبر زمانك ايه عبد القو ايوه شو خصك؟ ليش حبيت؟ اه كعبد القو خويا البوس يعني عبد القو لا ما كانش ليش فيك شو خصك هندية؟ اه كاين جديد خويا كاين 200 اه شي كريدي خويا كندير خويا كثروا عليا ما نقطع عليك سمع بصح حاجة تقولها بلي راه في دار ما يبيع ولا هو واش حبيت واش 200 بيع روح مرقاش اوكي جديد كان غون مالا غون اي بيع لهم زطا عاجي اي شفتو كاشي شي كاشي كسمو طاراش ديري سانوري فري راسك رايك برو ريغي اوفر تاع هموم كي اوفر تاع هموم كي كي دير او غوني صافي شكلي يا ابراهيم شو عندك؟ شو عندك جديدو؟ يعطيني تروا بور صافي شوبو اه قالوا لي حق دخلت لنا هاك على مغنية ثلاثة ثلاثة سوية طاقة رشقة ديرك حكم الرشقة كش واحد ولا خسر سلا عندي طاقة لا 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 سدق خور سي ابراهيم باي حطك عبد الغني سعيد باي حطك ابراهيم يا شكون راه جاي فينك شكله رب العالي شكي عبد الغني ايوه ليها ما هذا اللي بقى نقو انت تدي وانا ندي و انا لا ربي يوم بك يضرب كما اش تخرج منك علاش ما خلال ناخد بيدي فايدة ها طريق ها تق ها روح روح اللي خرجك خدمة خدمة معه وباش تخولنا خولنا هو بتاع انا مش تخولني ما تخولنيش لا حافظ لك ايه هل خدمة فيه روح خويا روح الله في روحك وديره ها في تعثر وديره في عقل غاية قلع لي هذه غاية كدير بنادم يخرجك شنهبا لك على فايدة سيدنا السلام بالآلة هو يسق احنا فاني قاعدنا نسخوص مصدر سعادة تحكم هذا هو مصدر سعادة تفوت النهار ماشي يا مصدر سعادة هذا وكان ربح بنادم لو كان حروا بها فلسطين أبد بلي طريق الحرام عمرها لا تربح بنادم وهذا مصدر فسق مشي رزق طيب فهمت محمد